طبعا مصر تكبدت خسائر كبيرة جدا تقدر بملايين يعني الدولارات بسبب جنوح هذه السفينة في أهم مجرى ملاحي في العالم، يعني هي قناة السويس. نحن نعلم أن هي قناة السويس هي يعني هي أحد الممرات الرئيسية للتجارة العالمية، يعني يمر بها ما يقرب من 10% من إمدادات النفط العالمية ونحو 12% من حركة التجارة. وبالتالي حين يتم إغلاق هذا الممر الملاحي لمدة 6 أيام، فأكيد يعني ستخسر مصر ملايين الدولارات، وبالتالي ليس فقط مصر ولكن هذا سيكون يعني له تأثير على الاتحاد الأوروبي وعلى الولايات المتحدة وعلى الدول التي لها سفن ومحملة بحاويات من النفط والتجارة المتجهة إلى هذه الدول، قادمة من الهند وقادمة من الخليج العربي. طبعا تم التوصل إلى اتفاق مؤخرا، لم يتم الإعلان عن بنود هذا الاتفاق لا من قبل هيئة قناة السويس ولا من قبل الشركة المالكة للسفينة، ولكن يمكن القول أن الأزمة قد انحلت تماما. ومن المتوقع طبعا أن يتم إعلان أحد بنود هذه الاتفاقية غد الأربعاء بمقر هيئة قناة السويس بالإسماعيلية، يعني سيكون هناك احتفال، سيكون هناك توقيع اتفاق، وبالتالي سيتم أعتقد الإعلان عن أحد بنود هذا الاتفاق. يعني هل سيتم اتخاذ خطوات معالجة للسبب الذي أدى إلى جنوح هذه السفينة أستاذ محمد؟ هل سيتم اتخاذ خطوات سواء كانت مصرية أو حتى بالتنسيق أكثر بين إدارة قناة السويس ويعني أي شركة مالكة أو أي شركة تكون يعني تريد العبور من هذه القناة كي للحيلولة دون الوقوع مرة أخرى بهذه المشكلة؟ طبعا بالتأكيد هناك مفاوضات جارية بين الشركة وبين قناة السويس، يعني من المحتمل أن تتلقى هي قناة السويس زورة قطر بقدر تسحب يعني ما يقرب من 75 طنا كجزء من التسوية للإفراج عن سفينة جانحة. وبالتالي هذه كلها إجراءات تعزز من قدرة الهيئة في التعاطي مع أي يعني حوادث مماثلة في هيئة السويس. دعنا نقول أن هذه الحادثة يعني حادثة عابرة، يعني لم تحصل في يعني من، لأننا نتذكر أن حدث شيء مماثل في قناة السويس، يعني قناة السويس لديها قدرة عالية في التعامل مع هذه الأزمات، ولكن قائد هذه السفينة أعتقد هو كان السبب الرئيسي والأساسي في هذا الجنوح، وهذا ما تقوله هيئة قناة السويس، وهذا ما تطلب به كتعويضات نتائج الأضرار التي لحقت بالهيئة وبتوقف سير الحاويات التي تمر في هذا الممر الملاحي. أنا أشكرك جزيل الشكر محمود عبد العزيز الباحث في العلاقات الدولية، كنت معنا مباشرة من القاهرة، شكرا جزيلا لك.